المراسم الحمد لله دابا الاغلبيه فيها نزلت، خاصه تعيين المدير ديال الوكاله اللي هو اللي كيتكلف جميع التراخيص، والحمد لله كنظن دابا خص التفعيل على الارض هذا القانون، وكيبان لي الانطلاقه راه بدات. لا هو في الحق هو رايي الشخصي، انا كتعرف بانه متبع هذا منذ 2002 2004 هذا المشكل ديال التقنين ديال القنب الهندي خاصه الطبي. كاين جوج ديال كاين منظور اللي هو كيتعلق اولا بالتنميه الاقتصاديه المحليه في المناطق الشماليه، هذا في الحقيقه كيطرح اشكاليات كبيره، لان حاليا اظن كاين هناك ما يناهي 50,000 هكتار اللي حاليا الناس كيستغلوا فيها بطريقه غير قانونيه. غادي صعب كثير، ربما غادي يكون تدريج باش يكون هناك هاد الناس كلهم يعملوا بصفه قانونيه، لانه ملي كنشوفوا الطلب ديال السوق العالمي ما كيطلبش هاد القدر كله، ولهذا كيصبح ضروري باش يكون هناك التفكير كيفاش يمكن يكون هناك خلق ربما طرق لهذوك الناس اللي في العالم القروي بالخصوص.